محمد وصحبه الأكياس بك استغنى وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا مقبل. أنت المشفع الشفيع الأعظم، أنت الوسيلة الكريم الأكرم، يا عروة الوكفى ويا ملاذي لدى الشدائد ويا عيال، يا من إليه المشتكى والمفزع لدى المكاره وما يرويع العجل العجل بالإغاثة، يا من له كل العلا إراثة. لقد وصلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى، أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاهي. آمين. بخليفتك ختم الأولياء وغوثهم طراد حزب الأصفياء، إمامنا كنز الهدى التجاني، من أذعنت له ذو العرفان. يا أحمد التجاني يا عيف القلوب، أما ترى ما نحن فيه من قلوب، أما ترى الضيم الذي أصابا وأنت غوث لم تزل مجابا. بك توسلنا إلى النبي وبكما لربنا العلي، فأنت نجمه ومجلى سره ممدنا من نوره وبحره. ألست قد أعطيت ما لم يعط غير الصحابة، فأنت المعطى والمهتدي لعصره من ربه والمتبع له من أهله. ونحمد الله على نعمائه إذ خصنا بخير أوليائه، أنت المشفع في أهل العصر من كل هول يخشى في الحشر. عليك يا ممد الخلق من بحر أحمد حبيب الحق، أن يلحق الضيم من انتمى لكم أو يعتري المكروه أهل مسلك. عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وسددوا وصيروا الدين القديم ضحكه وهدموا أركانهم وسددهم. لم نكن أهلا لأجل ظلمنا، فحلمكم يسع سوء جرمنا، يا ربنا لأحمد السجاني إن الردى واعف بلا خوان. يا ربنا بشيخنا التجاني إن الردى واعف بلا خسران، يا ربنا بأحمد التجاني إن الردى واعف بلا خسران. وانصر عصابة الهدى على العداء، ونجنا من كل من قد اعتدى، واعف عن الذنوب يا كريم، واصفح عن الزلات يا حليم.